مفيش خطر على حياته دلوقتي، لكن ما افتكرش انه هيكون في حالة طبيعية ويقدر يتكلم الا بعد كام يوم. انت مصر على اقوالك؟ ايوه. هل لديك اقوال اخرى؟ انا قلت اللي حصل ومصر عليه. هي اللي حاولت تقتلني، هي اللي حاولت تقتلني. ده مجنون، انا مفيش بينه وبينه اي صله، مفيش بينه وبينه اي حاجه. قاتله ليه؟ انت كداب مجنون مجنون. انا اعرفك اعرفك، شفتك قبل كده، في بينه وبينك اي حاجه؟ ممنوع. مش ممنوع عليا انا، انا جوزها من حقي ان انا اشوفها. ممنوع اللي باذن من النيابه. اتفضل حضرتك خش قول لوكيل النيابه. ايه الحكايه؟ عادل عادل، انا مظلومه يا عادل، الحيوان ده بيديها عليا ان انا. عادل اوعى تصدق فيا كده يا عادل، معقوله انا اعمل كده يا عادل؟ اصدق ايه بس؟ ما تفهميني اللي بيقوله ده، وحياتك يا عادل ما في اي حاجه حصلت من دي ابدا. عادل ايه اللي حصل؟ قولي لي يا فندم. ممنوع الكلام مع المتهمه، ممنوع. ارجوك دقيقه واحده بس، عايز افهم. عادل انا مظلومه يا عادل، وحياتك مظلومه، اوعى تصدق فيا اي حاجه اسمعها عني. عادل ايه اصدق فيك ايه؟ قولي لي عادل، لازم توكلني محامي يا عادل. فهميني ايه اللي حصل؟ شوف يا استاذ، انا صحيح وكلت حضرتك في القضيه، لكن انا شخصيا لا يمكن اسيب مصر وارجع تاني الشغل ابدا. انا مستعد اسيب المشروع كله وافضل هنا لحد ما اقابلها في السجن، في جهنم، في اي حته في الدنيا. انا مش قادر افهم ازاي يمنعوني ان انا اقابلها، ازاي يسجنوها هي اساسا. القانون هو اللي بيمنع وهو اللي بيحبس، مش امك. ايوه بس انا جوزها. ما قلناش لا، بس هما كده بيقولوا لا. المفروض ان الزوج في الحالات اللي زي دي يبقى هو اول واحد يقابل مراته، اكيد محتاجه له هي في الظروف الصعبه اللي هي فيها دي. القانون هنا بيقول لا، ودام سيادتك وكلتني في القضيه يبقى انا اول واخر واحد من حقه اني اقابلها وهي لسه تحت التحقيق. القانون هنا بيحتاط خوفا من انها تطلب منك اعدام دليل يكون ضدها، او تكون انت شخصيا مشترك معاها في الجريمه. جريمه؟ جريمه ايه؟ انا متاكد انها شريفه وبريئه كمان، لا يمكن ابدا يا استاذ لا يمكن. ما دام انت شايف كده ومتاكد يبقى لازم تهدى وتسيب الامور تمشي طبيعي. وانا في الجلسه. جلسة؟ هي لسه هتستنى في السجن لحد الجلسة؟ أنا هطلب من المحكمة الإفراج عنها بكفالة، ولو شايف يعني إنها صعب شوية. بقى ده كلام يا أستاذ. بقى أي واحد يتهم التاني بأي تهمة يقوم يدخله السجن ويفضل هو بره معزز مكرم؟ لازم نسيب العدالة تاخد مجراها؟ لا، أنا ما أفتكرش إني هستنى لحد ما العدالة تاخد مجراها. أنا لازم هروح له وهفرتكه. أنا بقى المرة دي اللي هخلص عليه. بتمنى إنك تعمل كده. ده يمكن هو اللي يتحرش بيك عشان تعتدي عليه، تقوم تديله دليل يزود الاتهام ضد سناء. ازاي بقى؟ لانه هيدعي ان اعتدائك عليه استمرار الجريمه واشتراك فعلي فيها وبعلمك. بعلمي؟ ومش دفاع عن شرفك وكرامتك. ازاي ده يحصل بس؟ اه حصل فعلا. وسناء فعلا في السجن. وانت من شويه كنت بتقول مش معقول ده يحصل. شوف يا استاذ عادل، انا بنصحك لصالح القضيه الابتعاد نهائيا عن احمد. وتواجه اشد الاستفزاز باهدى عصب. تطلب النيابه توقيع اقصى العقوبه المنصوص عليها في المادتين 46 و230 من قانون العقوبات على المتهمه سناء عبد السلام، لانها في يوم 7 ابريل شرعت في قتل المجني عليه احمد رشدي خليل عمدا مع سبق الاصرار والترصد. ايه ردك على الاتهام الموجه اليك؟ ما حصلش كذب كذب. انا هتجنن، أنا مش فاهمة الادعاء الكاذب ده، ما حصلش ما حصلش. هتدافع عن نفسك في الوقت المناسب، المحامي بتاعك موجود وعارف الإجراءات كويس. النيابة لها أي طلبات؟ نطلب سماع أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات، وقد تم إعلانهما بجلسة اليوم. الدفاع له طلبات؟ لا مانع من سماع أقوال المجني عليه والشاهد. نادي على المجني عليه. أحمد رشدي خليل. فندم اسمك وسنك وعيونك. احمد رشدي خليل، 17 شارع السلام بالمهندسين. ايه الحكايه؟ هي حكايه عاديه جدا. انا اسف طبعا اني بقول انها حكايه عاديه جدا. حكايه ست متجوزه كلها حيويه ونشاط، وجوزها مش في مستوى حيويتها، وبيتهرب منها بحجة شغله اللي واخد كل وقته في بلد تانية. لقيت جارها ممكن يعوضها عن كل اللي ناقصها. حصلت علاقة بينهم، ده حقها.
لكن اللي مش من حقها انها لما تخاف ان يعرف جوزها تقوم تحاول تقتل الانسان اللي الانسان اللي اسعدها وعوضها عن كل ال اسكتي من فضلك اسكتي خالص. اتفضل. اولا هي اللي ابتدت تكلمني في الاول بعنيها يعني كانت تبصلي وتبتسم. ست محرومة حقها. كانت واقفة في بلكونتها وانا في شباكي. رزق انا كمان اشوف الحريم بتوعي. روح دلوقتي روح. طيب صالح ايوه عملت شاي؟ اما انا كنت داخل اقول لك ان انا عملته. دخلت في الست الحلوه بتاعتك دي ونسيت. اللي اقول لي انت ماشي معاها من زمان؟ ماشي معاها يا راكب معاها ده شيء ما يخصكش. لما جبتك تقعد معايا هنا في الشقه اتفقنا على ايه؟ ان انا ما احطش مناخيري في اي حاجه حتى في منديلي لو جالي زكام. انا اسف. شاي الزهر انه برد، تحب اسخنه لك؟ اتفضل. طيب كبريت ما فيش كبريت. لا الواحد بلاش من الناحيه دي. الواحد يخرج من هنا عشان ازمه مواصلات. اي خدمة؟ انا اللي في خدمتك. انا ملاحظ انك بتحبي الزهور الجميلة. تسمعي لي ابقى اجيب لك كام عود هدية من الانواع النادرة الجميلة. اصل دي وظيفتي. في وزارة الزراعة؟ لا في جنينة الحيوانات. بس مش في قفص. متشكرة. اللي عندي كفاية. ده حتى البلكونة صغيرة وما تسعش اكتر. تحت امرك. يا خبر ياك ما كنتش حد شافنا. ابدا انا واخد بالي من كل حاجه ما تخافيش. طب اشوفك امتى؟ بعدين ايه؟ بعدين في دي كانت اول مقابله لينا عوضتها فيها جزء من اللي ناقصها. ها حقها. حصل فعلا. انا كنت في البلكونه حقيقي لكن كنت بسقي الزرع. الميه طرطشت عليا. ضحكت على نفسي. مش ضحكت له زي هو ما بيقول. دي كانت اول مره بشوف فيها شباكه مفتوح. شباكه كان دايما مقفول لدرجه ان انا كنت فاكره ان الشقه فاضيه ما فيهاش اي حد. بعدين دخلت المطبخ لكن هو ما جاليش ولا حاجه. ما جاليش المطبخ. لكن اللي جالي المطبخ فعلا هو صالح وطلب مني عود كبريت عشان يولع بيه سجاره. اسف اصل اتخبطت في المطابخ. معلش انا افتكرتك شغاله. ما تاخذنيش اصلي متعود على الشغالات. معلش ازاي؟ ما انت لازم يكون عندك شغاله. ليه؟ عشان استلف منها عود كبريت. ما انت عارفة أزمة الطاقم حيارة العالم كله. مفيش ولعة. طب ما تستنى لما يستخرجوا الطاقم الفحم.
اللي من الفحم ده للشيشه مش للسجاير يا ست هانم. وبعد ما مشي رن جرس الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا عادل اخبارك؟ اتفضلي. ايه ده؟ يا سلام عليك يا عادل، ومفيش فايده فيك ابدا. وبعدين بقى في الحركات دي بقى انا اللي مفيش فايده فيا برضو. اه طبعا. نتكلم بالحق. نتكلم بالحق. نتكلم دلوقتي. مش انا جايب لك حاجه حلوه قوي 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 قوي؟ ايوه. يبقى كمان من حقي بوسه طويله قوي قوي قوي. يا سلام عليك يا عادل، انت ما بتشبعش بوس ابدا، ده انت لسه الصبح واخد بوسه طولها 20 كيلو. لا 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 لا، مش ده. معقوله برضو؟ دي حاجه تانية مهمه جدا جدا جدا. ورايا. وحياتي يا ورايا. قولي يا عادل. وحياتي يا عادل. لما اقول لك حاجه مهمه تبقى فعلا مهمه. وحياتي يا سلام. حايل عليا شويه. وحياتي يا عادل. كمان شويه؟ يا سلام عليك بقى. ايه رايك في الجواب ده؟ من اسكندريه. من بابا مش كده؟ حبيبي يا بابا. بيقول ايه بقى؟ يا سلام عليك يا عادل، استنى يا اخي. حبيبي يا بابا. ايوه. بيقول ان احنا وحشناه قوي. قوي. وبيسلم عليك. فعلا. وبيقول صحته اتحسنت. ايوه. وهيخرج من المستشفى قريب قوي. ايوه. وبيسال اذا كنا غيرنا العفش ولا لسه. ارجوك يا سناء، سيبك من حكايه تغيير العفش دي، انا دماغي هتنفجر من كتر الشغل. احنا نستنى لحد ما نلاقي شقه تكون كويسه وعلى قدنا، وبعد كده نخلص من الشقه دي باللي فيها. مظبوط؟ هي دي الحقيقه. وانا ست محترمه ومخلصه لجوزي وبحبه، ومش ممكن اخونه ابدا ابدا. ولما انت مش ممكن تكونين، جيتي عندي في الشقه ليه؟ انا جيت الشقه عشان اشوفها، بعد البواب ما قال انك عاوز تبادل بشقه صغيره وتاخد الفرق. الله، ده الكلام ده احنا متفقين نقوله سوا، علشان لما البواب يشوفك وانت طالعه ولا نازله تبقى دي حجة بس علشان ما يشكش فيك. ده كذاب، ده كذاب، مجنون، كذاب. من فضلك بلاش الألفاظ دي، سيبيه يقول اللي هو عايزه ويرجع ترد عليه في الوقت المناسب. احنا لسه في دور الاستماع وتكوين الرأي. أنا عندي الشاهد شافها وهي عندي في الشقة. ممكن حضرتك تندهوله؟ تسمعوا شهادته. أيوه أيوه، اسمه هنا عندي. نادي على الشاهد. صالح محمود كتكوت. كتكوت؟ يبقى انا. افندم. افندم. اسمك وسنك وعنوانك. صالح محمود كتكوت. كتكوت؟ ايوه يا فندم، انا اسمي كده، صالح محمود كتكوت، ومتسجل في المحضر. بس لو المحاكمه طولت هبقى فرخ. نعم. انت هنا في المحكمه ولا عاوز احبسك؟ يا ريت يا بيه، هو انا لاقي سكن. وبعدين؟ السن 35 وشويه، السكن 117 شارع السلام المهندسين. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. ايه بقى اللي تعرفه واللي شفته؟ اللي شفته هي دخلت معايا الشقه لوحدها، وانا قمت وسايب لهم الشقه ورحت شقه ثانيه، قصدي حته ثانيه. مثلا انا ساكن معاها في الاوضه اللي على الشمال وانت داخل الشقه كده. بس كده؟ ده اللي شفته؟ ما انا ما اقدرش اشوف اكتر من كده. عيب يعني. طب اتفضل. في حاجة عايز تقولها؟ اه طبعا. انا هقول لسيادتك كل حاجة. وهي تنكر لو تقدر. ده حقها. هي جات لي الشقة. لكن صالح خرج وسابنا لوحدنا. ايه رايك في الشقه؟ جميله. ده معلش، ده اصله صالح زميلي في الجنينه، موظف غلبان بسيط كده على قد حاله، قلت اجيبه يقعد معايا كام يوم عشان يروق كده، وبعدين لما ربنا سهله يبقى شفته سكن. بس مش مضر يعني، مش مضر قبل. سناء حياتي. سناء حبيبتي، بلاش تشرب كتير احسن، بعدين لا بعدين ولا قبلين.
فادي مسافر مش هيرجع غير بالليل خالص. اكون انا نمت لا هيشم بقي ولا هشم بقه. احسن احسن كتير. واحنا بنشم بق بعض غير كل سنه مره. احسن قوي. وبس بس طيب ايه اللي حصل؟ انت من حقك انك تدافع عن نفسك. اه طبعا. اسكت انت. اتفضلي قولي الكلام اللي انت شايفه انه يبرئك. لو كنت انا اتورطت معاه في علاقه كان ممكن انكر ان انا رحت عنده الشقه، لكن انا بقول الحقيقه، بقول الحقيقه عشان بريئه من كل اللي هو بيدعيه عليا. انا فعلا رحت الشقه بس عشان اشوفها، اشوفها قبل ما يتم الاتفاق على البدل. واللي حصل انا كنت نازله من العماره. صباح الخير. صباح الخير. انا احمد مسعود البواب كان قال لي انك موافقه انك تبدلي شقتي بشقتك. اذا ما كانش فيها مضايقه لحضرتك. لا ابدا، بس حضرتك اتفضلي تشوفيها في الاول. لا معلش، اصل في الحقيقه جوزي مش موجود، هو هيرجع بعد الظهر لما يرجع. اه ساره، اصل انا كنت مسافر بعد شويه وجايز اغيب كام يوم، وكان في ناس كتير في الحقيقه كلموني وعايزين ياخدوها على طول، وانا بصراحه عايز اخلص منها قبل ما اسافر. ايوه طب بس فين مسعود البواب؟ انا مش شايفاه هنا. ما هو بيروح ويجي. اتفضلي شوفيها في الاول. اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. ايه ايه رايك يا سيادتك؟ اتفضلي. ده صالح موظف عندنا في الجنينه، غلبان ظروفه مش قد كده يعني، قلت اجيبه معايا يقعد كام يوم لحد ظروفه ما تصلح وهو يبقى يشوف له سكن بعد كده. طبعا واضح ان شقتك اوسع من شقتي بكتير، بس باين طبعا انها اغلى من شقتي بكتير. على العموم انا هشوف عادل جوزي وهو يشوف طلباتك ايه وتحت امرك. متشكره قوي. لا لا العفو العفو يا فندم. على ايه؟ بس ارجوكي ما حدش يعرف بالموضوع ده ابدا، ولا حتى مسعود البواب، واعتبري حضرتك ان احنا اتفقنا خلاص. انا ان شاء الله هقابل الاستاذ عادل النهارده ان قدرت، واذا ما قدرتش بقى يبقى بعد كام يوم كده لما ارجع ان شاء الله. بس وعد بقى الشقه ليكي. صدقوني مفيش أي حاجة حصلت غير كده، أرجوكم صدقوني. طيب الورقة دي اللي أنت كاتباها بخطك واللي قلتي في التحقيق قدام النيابة إنك فعلا كاتباها بخطك، هقراها لك علشان تقولي لي رأيك فيها. حبيب قلبي، أنا هتأخر عليك شوية، ولما أجيلك هجيب لك حاجة حلوة أوي معايا. دي ورقة كنت كاتباها لعادل جوزي وحطيتها في صندوق البوستة. امال ازاي وصلت لاحمد واحتفظ بيها معاه؟ معرفش اكيد سرقها من صندوق البوسطه. طب ما كتبتيش اسم جوزك فيها بوضوح ليه؟ ايه السبب انك تكتبي حبيب قلبي بس؟ مفيش اي سبب ولا حاجه، ما هي معروف انها لجوزي طالما انا حطيتها بنفس الصندوق البوسطه بتاعنا. انا حتى كان معايا واحده صاحبتي وكنا مستعجلين قوي وكتبت الورق قدامها. وشافتك كنت بتحطيها في صندوق البوستة بتاعكم؟ تشوفني ازاي اذا كانت هي لسه مستنياني في العربية وانا جنب صندوق البوستة في حوش العمارة؟ امال يبقى دليلك ايه على صحة اقوالك؟ تأجل نظر القضية الى جلسة 14/5. رفعت الجلسة. يا حبيبتي ما تزعليش، ده ربنا فرجه قريب وبدام مظلومه هيفرجها عليكي من حيث لا تعلمي ولا تدري. اختي اقعدي
ما احنا بقالنا سنين محبوسين ومظلومين اهو من حيث لا نعلم ولا ندرى. ده بدل ما تقولي لها كلمه حلوه تصبرها. حاضر نصبرها. الصبري يا اختي الصبري. صبرت حكم اللي محيرني ومش داخل نافوخي ان ازاي الواحده تتحبس لمجرد الشبهه بس من غير ما تكون لابساها التهمه وبعدين تقعد في السجن وتخلل وفي الاخر يقول لها قال ايه؟ براءه وافراج. افراج يا حبايب افراج. لا واللي اغرب من كده ايوه الواحده تطلع على باب السجن تلاقي 100 مستنيينها قال ايه؟ عايزين الحلاوه. حلاوه يا حبايب يا استاذ يا استاذ انا عايز اعرف ليه حضرتك منعتني ان انا اكلمها في الجلسه واعرف هي ليه راحت شقه احمد؟ ايه بقى الحكمه في دي؟ الحكمه تقتضي انك ما تتهورش عليها. ده خلي الجرايد تكتب انها كانت بتروح وتيجي من وراك وده يدي انطباع سيء لاعضاء المحكمه ويزود الشك في نفوسهم بالضبط. يبقى الحكمه اني امنعك. ايوه بس انا دلوقتي لازم اروح ازورها في السجن. لازم اعرف بالظبط هي ليه راحت شقه احمد. حتى لو الدنيا اتطربقت السما فيها على الارض انا ما يهمنيش حاجه، كل اللي يهمني كرامتي وشرفي وبس. شوف يا ابني اذا تهورك ده مش هيخليني استمر في قضيه اصحابها عاوزين يخسروها. انا اسف بس بمنتهى الصراحه حضرتك اللي اديت الانطباع بالخساره. ازاي؟ طول الجلسه وحضرتك واقف ساكت، كلهم بيتكلموا في المحكمه الا حضرتك واقف ساكت. لدرجه ان انا تصورت ان حضرتك فوجئت بادله اقوى مما كنت تتصور. انا اسف اني بقول كده بصراحه لكن ده كان احساسي وانطباعي عن الموقف. هذا برضه نوع من التهور في الاحساس. يا ابني كل المحامين بيعملوا حسابهم على مفاجآت القضايا وكل انا قعدت ساكت فدي انا ليا طريقتي في تكييف موقفي كمحامي. اعرف امتى اتكلم وامتى اسيب غيري يتكلم. انا اسف يا استاذ بس الحمد لله انا سعيد ان احساسي طلع غلط. الصدمة كانت أقوى مني. كنت بفكر بيني وبين نفسي إن أنا لازم أطلعها لا لا لا. المسائل دي ما تتاخدش بالعاطفة، تتاخد بالعقل. ولما تنعرف الأسباب تصدر الأحكام. أرجوك أرجوك ما تتهورش وما تتسرعش. هحاول. ولما تروح لسناء في السجن برضه ما تتهورش وما تتسرعش. مع السلامة. شكرا. ليه رحت الشقة؟ ولما رحت ليه ما قلتليش؟ أنا رحت أشوف هتنفعنا ولا لأ؟ ما أنا رحت قبل كده شقق كتير يا عادل. أيوه بس كنت كل مرة بتيجي تقوليلي. أنا قلتلك بس أنت اللي نسيت وكمان لقيتها ما تنفعناش فما اهتمتش. كان في حاجات أهم يا عادل انشغلنا فيها. طب ولما رحت تشوفيها ليه ما خدتيش البواب معاكي؟ ساعة ما أحمد كان بيكلمني كان البواب ماشي. طب ليه ما استنيتيش لحد ما يرجع؟ ليه ما استنيتيش لحد ما أنا أرجع؟ خفت الشقة تروح من إيدينا. كانت الناس كلها بتجري ورا الشقه دي وبعدين قلت الحقها اذا كانت تناسبنا. تروح من ايدينا ليه؟ ساره وهبطت من السما اذا احنا ما خدناهاش الناس هتخطفها ولا باب الجنه اتفتح اذا احنا ما دخلناش هنخش النار؟ طب هي موجوده يا هانم ايه رايك بقى؟ معرفش معرفش يمكن كان طلبات مبالغ فيها ومحدش قدر عليها. يمكن 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 كل حاجه بقى فيها يمكن. انا خلاص اصل الشك هيقتلني انا هتجنن. لازم اعرف الحقيقه دلوقتي. يمكن لو عرفتها دلوقتي تبقى اهون بالنسبه لي. انما لو عرفتها بعدين عمري ما هرحمك يا سنان. انا موافقه موافقه انك ما ترحمنيش يا عادل. وانا بقول لك اهو اطمن على شرفك وكرامتك يا عادل وتاكد ان انا بريئه. ثق ان انا بريئه يا عادل. ارجوك ارجوك يا عادل ما تزودش عذابي انت كمان. ارجوك يا عادل. طب الورقه اللي وقعت في ايده وقعت في ايده ازاي؟ وصلته ازاي؟ شفت الحمد لله ربنا خلاك تنطق بالحقيقه من غير ما تحس. هي فعلا يا عادل الورقه وقعت في ايده مش انا اللي بعتها له. ربنا عاوز يثبت لك براءتي يا عادل. زياره انتهت يا سيد. حاضر. عادل خليك عادل ما تظلمنيش يا عادل ارجوك. ما تخفيش يا سنانة انا هفضل جنبك. Thank you.
براحتك، ريح نفسك واطمن خالص. سناء كويسه وكل شيء ماشي تمام. المهم انك انت تاخد بالك من نفسك ومن صحتك وبس. معلش حضرتك عارف ان المرض ده بياخد وقت، بس ما دام كل يوم بتحس بتحسن يبقى الحمد لله. طيب عن اذنك يا عم، ولو عوزت اي حاجه ابعت لي على طول. ساكت اهو. هو انا اتكلمت؟ ايوه ايوه اتكلمت. حاسس كده انك عايز تتكلم، بس انا مش هسمح باي كلام في الموضوع ده. اي موضوع؟ الموضوع الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه، الكلام يبقى في المحكمه بس، مفهوم؟ انا متهيألي ان احسن طريقه لقفل البق هي النوم، واوعدك يا جنتل ان انا هنام، ولو هلمت باي حد بيكلمني مش هرد. مع السلامه. اهلا 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 اهلا. انا قلت له هنام وجيت اذاكر هنا. هو مين؟ احمد. لا مؤاخذه انا جاي استلف كتاب هيساعدني قوي في المذاكره. قوي قوي تحت امرك. اوعي تكوني متضايقه ان انا جيت بالليل ولا حاجه. ابدا ابدا ابدا. عموما دي خدمه ثقافيه انسانيه علميه. وانا تحت امر الخدمات الثقافيه والانسانيه والعلميه. طب شكرا شكرا شكرا. اصل البيه القاضي مسافر. ما انا عارف، العصفوره قالت لي. قالت لك؟ طب ما تتفضل. اذاكر وبعد كده اروح اروح انام، عشان انا بصحى بدري زي ما انت عارفه ان انا بشتغل الصبح. عارفه، وفاكره كمان ان انت قلت لي انك منتسب لكليه الحقوق. ايوه صح صح. اللي قول لي يا استاذ صالح، نعم، هم المنتسبين لكليه الحقوق بيحبوا يشربوا شاي ولا قهوه؟ هو الشاي اللي عندكم ساده ولا باللبن؟ بالاثنين. طب والطبيخ اللي عندكم؟ طبيخ؟ ايوه ساده ولا بالبسطرمه؟ ساده وبالبسطرمه باللحمه واي حاجه انت عايزها. اصل انا بطبخ بالليل وبالنهار، يعني تحت امرك يا سي صالح. انا خدمتك. لا انت ست وهانم. متشكرة. كلنا اخوات، مفيش سيد وعبد، كلنا ولاد تسعه. ولا ايه؟ ايه ولا ايه؟ ايه ولا ايه؟ يا سي صالح ممكن اولع؟ الشغل وانا متغطي بالصابون كده، على الاقل اوفر بدل. والله فكره. والواحد يروح متزفلط داخل جوه الاتوبيس. ومتزفلط في الكمساري ما تقطعش تذكره، ومتزفلط ويروح نازل من جوه الحيطه. لو سمحت. اه يا فندم. المدير في مكتبه؟ لا يا فندم. اه هناك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا. صباح النور. اظن اجازتك خلصت النهارده. اه الحقيقه انا عاوز شهر تاني. الله، ليه؟ الحيوانات اللي في الجنينه دي كلها ما وحشتكش ولا ايه؟ والله في الحقيقه يا فندم وحشوني، على الاقل عشرتهم احسن من عشره الناس. ياه. بس انا اصلي محتاج لراحه شويه. وانا كمان محتاج لراحه ماديه وراحه نفسيه. 10 جنيه و10 ايام. انت بتتكلم بالالغاز يا صالح. مش حكايه الغاز، ثانيه واحده بس. اصلا عايز 10 ايام، لان سيادتك عارف ان انا يعني منتسب لكل الكلام. أيوة. بجانب الوظيفه. فال10 ايام هذاكر فيهم لان الامتحانات قربت.
كل 10 جنيه عشان اجيب حجر نظاره يا فندم عشان اشوف المذاكره. يا اخي هو انت ناقص غرامات؟ اعمل ايه يا فندم، كنت بستحمى النور اتقطع، رحت لابس نظاره عشان اشوف اذا كنت بستحمى صح ولا غلط، وقعت انكسر. معلش يا فندم، عيل وغلط بقى، سامحه المره دي، والمره الجايه بقى هبقى اجيبه يستحمى هنا في البركه، لا ميه بتنقطع ولا عايزه نور ولا نظاره. والله فكره الواحد يعيش عيشتهم احسن، لا شغله ولا مشغله. ازاي بقى لا شغله ولا مشغله؟ امال عرض الازياء اللي بيعملوه كل ساعه والتانيه ده تسميه ايه؟ هيف يعني صياعه قدام الخل. صياعه؟ انت بتهين الحيوان اللي بتاكل من وراه عيش؟ انت مش موظف خدمه الحيوانات دي؟ الله الله الله، وطي صوتك شويه لحسن سياده المدير يسمعك يرفدني. بعد اذنك يا فندم. انا اذنك. السلام. عسكري المرور وتمثال الحريه وخيال المآتة كلهم رموز ما لهمش فايده ابدا. لا عسكري المرور قادر ينظم المرور ولا يمنع المخالفات، صح؟ ولا تمثال الحريه بيمنع الاستعباد ولا الظلم، ولا خيال المآتة بيمنع الطيور من اكل الزرع، بس هرموز. رموز فايدتها انها بتفكر الناس بالفضيله بس علشان يعملوا بيها، لا لا لا، عشان يخالفوها ويتنكروا لها. الانسان بطبيعته شرير والنفس اماره بالسوء. يا سلام عليك، لما بتبقى رايق تبقى اخر خف الدم وكلك حكم، انما لما بتقلب ياه بابا رزل. ها ما هي الدنيا كمان اخرى رزل قوي، فيها ايه يا بسط؟ في حاجه يا مسعود؟ هو في حاجه يا استاذ احمد؟ انا اللي بسالك وانا برد. يعني مفيش حاجه؟ ويعني في حاجه يا استاذ احمد؟ اصل انا شايفك كده زي ما تكون عايز تتكلم في القضيه، انت عارف انا ما بحبش اي حد يدخل في شؤوني. ده روق روق روق، اهدى اهدى، ما بلاش يا شوان. ده انا هزروتك اخر ثروتك، بس تعال. اهلا يا معلومه، ازيك يا نعنى؟ عنك يا قمر يا ست النواعي. العب انت اللي هتشيلهالي. ده انا شيال الانسانيه، ده انا خدام الانسانيه. يا سلام، انا عنك يا ست ستات. والله وبقيت ست يا نعيم، والبهوات هيخدموك. اتنين في خدمة بقى. اتنين في خدمة مين؟ اتنين في. يا صباح الفل. اهلا اهلا يا اختي. اهلا لمكوا على بعض يا سي صالح. كنت جاي لك حسب الميعاد، قابلته جينا سوا. جيتوا سوا؟ ايه بنت يا نرجس؟ ايوه اختي. في غيرك كده ليه؟ هو مفيش حد حب والدهول في حب الا انت؟ ايوه يا نعيم، اصل سي صالح ده بقى اول واخر حب في حياتي. انا بقى يا اختي لا ليا اول ولا ليا اخر. ايه؟ لا لا لا، يلا يا اختي يلا اتفضلي. يا اختي حبي كده دايما بتزقي. طب كده رضا هنقعد هنا؟ اه هتقعدي هنا. يلا اقعدي. ايه ده؟ ايه ده يا نعيمة؟ انت بتشتميني بالذوق ولا ايه؟ يعني انا مش عارفة اقوم بالواجب؟ لا يا حبيبتي، انا احب اجي على خير. طبع بقى، مزاج بقى. هو الجميل مزاجه ايه النهارده ولا مفيش؟ مزاجي حلو قوي، عامله لك فرخه وكوسه وباميه. ايه ده؟ كوسه وباميه؟ هو احنا قادرين على الكوسه؟ لما هنقدر على الكوسه والباميه؟ ونفتح الجلسه. ما احنا في بيت نرجس، بيت القاضي. لو حياتك يا نعيمه من فضلك، انا ما بحبش حد يجيب سيره البيه القاضي. انتوا عارفين كويس قوي انه مربيني من صغري وبيعاملني زي بنته، وانا يا ستي ما بحبش حد يجيب سيرته. الله، وانا جبت سيرته؟ بيت القاضي ده حي وهو اسمه بيت القاضي. بقول ايه؟ منعا لاي حساسيه نتنقل كده كلنا هيله بيله ونروح على حته تانية. احسن حاجه انت قلتها. احسن يظهر ان نرجس بيجيلها حساسيه من كلامي زي المضو الفراوله. الفراوله بتاعي الفراوله. الا الكهرباء كهرباء. بس يا اخويا بقول لك يا سي صالح. نعم. هو كيلو الفراوله الايام دي بكام؟ انا نفسي فيها قوي. رخيص قوي ب 4 جنيه بس. ياه، مع ان انا سمعت انه في السوق الحره ب 5 دولار في بورسعيد. يا لهوي. اصلهم بيستوردوها من السنبلاويه. يلا 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 بينا. اتفضلوا. اهلا اهلا. ايه القبهة دي كلها يا سي صالح؟
دي لها ابارتمانتا. ابارتمانتا؟ طيب اللي قولي فين اوضتك ولا هنقعد هنا؟ ايه نقعد هنا؟ وانا جاي هنا عشان اقعد ولا ايه؟ صالح لا لا ابدا ارجع يا جميل هفرجها على التلفزيون. بصي هنا مش قلت لك حذر وافق انبساط؟ شفتها وهي داخلة. يا مش بطالة لسه جديدة في العمارة اشتغل في الدور الرابع مطلعة بقى لها حوالي 7 أشهر. يا ابني ايه ده انت سهون عقبالي عقبالي لما تتعمل لي قضية كده زي قضية سناء محمد يا ساتر وتشهر وصور تطلع في الجرايد. بنتي يا نرجس نرجس هانم لو سمح معكيش مسدس؟ ليه؟ سناء رميته من على السلم وانا اضربه رصاصه ودي الفضيحه اللي تشد مش واحده تتقفش في شاليه وتتمسك في عربيه. انت كنت بتشغل ايه؟ شيخ الحاره بتاع العماره دي ولا ايه؟ شفت بقى؟ تعرفي حاجه عن الثنائيات؟ ده اصول اللعب. انا ونرجس وانت والاستاذ. بقول لك ايه؟ في طرقه هنا تمشي فيها على طول كده تلاقي اوضه تفتحيها ومالكيش دعوه. كده؟ ايوه. طيب نرجع. نعم انا داخلة. خل يا اشوف مستقبلي. ازيك يا استاذ؟ انا نعيمة. مالك يا استاذ؟ يو؟ انت يا استاذ؟ أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. هل من عادة زوجتك سناء إنها لما تفوت لك ورقة ولا تبعت لك جواب ما تكتبش اسمك؟ مرات كتير كانت بتسيب لي ورقة من غير ما تكتب اسمي. طيب هي سبق قالت لك إنها راحت شقة أحمد؟ إحنا اتكلمنا كتير عن شقق كتير قوي. الحقيقة شقتنا صغرت علينا وما بقتش مناسبة لينا وضروري هي قالت لي بس أنا ما اهتمتش. يعني إيه ما اهتمتش؟ ما اهتمتش إنها راحت له شقة ولا ما اهتمتش لحكاية الشقة نفسها؟ كونها تكون راحت الشقة دي مسألة عادية جدا وكون أنا ما اهتمش بشقة مش مناسبة بالنسبة لنا برضو مسألة عادية. لكن اللي أنا متأكد منه انها راحت الشقه دي مره واحده وبس والمساله انتهت على كده. تعرف منين؟ لانها ما جابتليش اي سيره عن المساله دي تاني خالص. مش يمكن ما جاتش مناسبه انها تقول لك؟ انا متاكد ان سناء عمرها ما خبت عني اي حاجه خالص. نادي على الشاهد حسن علي الدمنهوري. طيب اتفضل. اسمك وسنك وعنوانك. حسن علي الدمنهوري 40 سنة 114 شارع الدقي. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. انت قلت في التحقيق انك شفت سناء وهي بتتكلم مع احمد بعد ما خرجت من المحل ومشيت معاه. ده صحيح؟ يعني انت متأكد؟ هي في الاول كانت بترتب الباترينا وبعدين جه الاستاذ احمد اتمشى قدامها في الشارع سابت اللي في ايدها وخرجت مشيت معاه ولفوا من الشارع التاني ومشوا مع بعض. طيب ما سمعتش اي كلام دار بينهم لما قابلته؟ لا انا ما تعودتش احط ودني على بق الناس. طيب اتفضل قول لي يا سيد احمد. تحت امرك يا فندم. كان ايه سبب مقابلتك لسناء عند المحل وليه ما بتقابلش جوزها عشان تتفاهم معاه على موضوع الشقه
بدل ما بتتفاهم معاها هي لوحدها. ما انا سبق قلت لسيادتك ان حكايه الشقه دي ما هي الا كانت عباره عن حجه علشان نتقابل فيها لوحدنا. بس هي في الحقيقه ما قالتليش انها بتكره جوزها ابدا، لانها كانت عايزه تحس بحب تاني، حب محرومه منه حقها. اخرس يا كذاب، انا اشرف منك ومن اللي جابوك. قلنا بلاش الالفاظ دي، انت في محكمه مش في سوق، وما تقطعيش وما تتكلميش من غير استئذان، وانت كمان بلاش كلمه حقها دي. حاضر. هي كانت موعداني اني افوت عليها في المحل. شوفي بقى يا ستي، اولا انت وحشاني قوي من امبارح لما عرفت، وانت كمان. ثانيا انا رتبت مكان لا يمكن حد يشوفنا فيه، ما دام انت خايفه تيجي عندي كتير بقى. بس مش هقدر اقعد كتير معاك، مش عايزه حد يشك في حاجه. ولا انا، انت كل يوم بتحلوي عن التاني. سيبك بقى من المجامله دي، ده انا حتى النهارده تعبانه قوي، ولولا انك جنبي ما كنتش هقدر انزل من البيت. القلوب عند بعضها حتى في التعب، انا كمان تعبان قوي، لكن الحب بقى. هنا بقى هنبعد خالص عن العالم، بس هنقرب قوي من بعض. اسمعي شوية مزيكا بقى حلوين. يا ريت. تشربي حاجة؟ لا. طب انتي ما اكلتيش، تاكلي حاجة؟ ايه رأيك؟ نرقص؟ قالت يا ريت، هي كتير كانت بتقول يا ريت تطلق. حقها. انا اقول كده ولا اعمل كده؟ طب بس اطولك اطولك هقتلك هقتلك. اهي بتقول هتقتلني، يعني مصرة على قتلي، وده اعتراف كافي بانها حاولت قتلي قبل كده. انا معترض واطلب حذف هذه الجملة من محضر الجلسة. الاعتراض مقبول. وانت يا سناء اهدي كده واتكلمي من غير عصبية. انا فعلا كنت بوظف في فاترينة المحل. لقيت نفسي تعبت، خرجت في الشارع، بصيت لقيته قدامي قاعد يكلمني في موضوع الشقة. طيب يا فندم، ان شاء الله هفوت عليكم بعد اسبوعين. متشكره قوي. انا اسف اللي بكلمك في الشارع، لكن المساله مستعجله. لا مفيش حاجه، انا ست بشتغل وبتكلم مع كل الناس. ايه المساله المستعجله؟ اصل انا كمان مستعجله قوي. اصل صاحب البيت عاوز فلوس هو الاخر. طب ما هو ده معروف، كل اصحاب البيوت لازم ياخدوا. أظن هتقولي اتأخرت عليك، مش كده؟ صراحة أنا اللي بدرت عليكي. هنتغدى فين؟ إيه؟ نبطل صياعة بقى ونتغدى في البيت. في أكل جاهز؟ كله جاهز،
اكل وشرب وحر. يلا. الله، فعلا حقيقي في منتهى الجمال اللي في الدنيا كله. طبعا خصوصا القهوة بتاعتي اللي بعملها لك بعد الغداء تجنني. نعم قهوة؟ اه انت فاهم حضرتك ان انا بكلمك على قهوة يا حبيبتي؟ انت اللي تجنني. تجنني قبل الغداء وبعد الغداء وبعد العشاء وقبل. يا سلام عليك يا عادل. نعم. اسمعني بس، في مية موضوع وموضوع عايز اكلمك فيهم، وانت دايما تاخدني في دوكا. معقولة يا سناء؟ يا سناء يا حبيبتي انا ما بصدق ان انا اجي عشان اقعد انا وانت لوحدينا وبس. انا اجي من هنا تقعدي تكلميني عن المشاريع اللي مشاركاني فيكي؟ انا خلاص طهقت. عادي. طب اسمعني بس. اتفضلي. في واحده زميلتي عايزاني اشاركها في مشروع. اعتقيني اعتقيني بقى ارجوكي، اعتقيني عشان خاطري يا حبيبتي. انا كل ما اجي تقعدي تعيدي وتزيدي وتعيدي وتزيدي، حرام عليكي بقى. في حاجه واحده بس اللي ممكن تعيدي وتزيدي فيها زي ما انت عايزه، على كيفك وعلى كيفي. ايه هي؟ مش عارفاها. طب فكرني. افكرك؟ قوي. عادل، هي دي الحقيقة، وربنا شاهد على كل اللي بقوله. صدقني صدقني. أنا عايز أصدقك بس بالأدلة والبراهين. تسمح لسيادتك أواكب بعض الأسئلة للمدعي؟ اتفضل. أنت قلت إنها راحت معاك الشاليه، مظبوط؟ كانت الساعة كام؟ تقريبا. لا مفيش تقريبا، ما دام مدياك ميعاد يبقى لازم عارف الميعاد بالظبط. بالظبط كانت الساعة واحدة بس هي خرجت متأخرة من المحل حوالي 6 دقايق و30 ثانية وربع بالظبط. عظيم عظيم. وقعدوا في الشريعة قد ايه؟ اهو ده اللي مش ممكن يتحسب بقى. وقت جميل زي ده مش ممكن يتحسب. وانا هشوف الساعة ساعتها ولا هشوف نفسي؟ مهما كان الوقت اللي بتدعي انك قضيته معانا في الشاليه، مش ممكن يكون الوقت ده هو المسافة بين محلها وبيتها. لازم يكون اكتر بكتير، مش كده؟ اه طبعا. طب ايه رأيك بقى انها كانت بعد تلت ساعة من خروجها من محل في البيت مع الأسرة؟ قصدي حضرتك انها يعني روحت على طول لبيتها بعد ما خلصت شغلها؟ طبعا طبعا طبعا. وجوزها موجود ومستعد للشهادة؟ لا لا ليه؟ مفيش داعي يا حبيبي. ده راجل طيب كفاية اللي جراله تحت راس طفله. أنا ما بتخافش. طيب ممكن نسألها إيه؟ راحت فين بعد ما خلصت شغلها وقبل ما تيجي معايا الشاليه؟ راحت فين؟ ردي على السؤال يا سناء. ردي على سؤاله. راحت عند الدكتور زكي مازن طبيب النساء. ليه بقى؟ ها؟ اسألوها واسألوا الدكتور. أرجو من عدالة المحكمة أن تؤجل هذه المناقشة حتى تكون موكلتي في حالة تسمح لها بالإجابة على الأسئلة. أنا حزين، حزين جدا. كنتش أتخيل إن في يوم من الأيام حياتي هتتقلب جحيم بالشكل ده. لازم أطلقها. أرجوك يا أستاذ أعمل الإجراءات اللازمة لو سمحت. ما أنت تقدر تطلقها وكمان ترفع عليها قضية زنا لو حبيت. بس انا شايف ان الطلاق دلوقتي مش مناسب، بيدي حق باتهامك لها وبالتالي بيزود الشك في نظر الجميع. كرامتي اللي انجرحت ملهاش قيمه؟ انا مش قادر اواجه الناس ولا حتى اواجه نفسي. اقل حاجه اعملها ان انا استرد جزء من كرامتي بالطلاق، وبعد كده انا هعرف ازاي انتقم كويس. لسه لحد دلوقتي كله مجرد اتهام، لسه ما صدرش حكم دينها. بلاش نزود الحمد عليها، كفايه اللي هي فيه. أرجوك حكم ضميرك. أحكم ضميري إزاي؟ وأحكمه في إيه؟ أنا مش قادر أفهم، هي ليه بتداري عني حاجات كتير؟ مهما كان تبريرها ومهما كان مقنع، ليه بتداري عليا؟ ليه؟ ده سؤال لسه ما تردش عليه. انتظر الإجابة الصحيحة بدون استنتاج خاطئ، وبعدين اتخذ قرارك. أنتظر؟
انتظر لحد امتى؟ لحد ما القانون. القانون مهتدي في القضيه زيه واكتر. القانون اعمى واي واحد ممكن يتوهه في اي طريق، لكن العداله مفتحه عينيها عليه، هي اللي تشهده الحق وهي اللي تنطق بالحكم العادل. انا ما يهمنيش غير عادل، ما يهمنيش غير عادل، عادل وبس. ما هو علشان عادل لازم تستمري على قوه تحملك لحد ما نوصل للبراءة. انا مش قادره افهم ليه الراجل ده بيدعي عليا بكل الادعاءات دي؟ ازاي عنده الجرأة انه يخترع كل الفضايح اللي بيلزقها لي؟ ليه عاوز يدمر حياتي؟ ليه عاوز يقضي عليا؟ لازم هنعرف الاسباب. انا ماسك له عده ثغرات في اقواله هتنفعنا جدا في الدفاع. المهم عادل اخباره ايه؟ انا خايفه يفقد ثقته فيا. عادل حالته سيئه بدون شك، بس هو زيك مش عارف كل ده بيحصل ليه. طب ما جاش يزورني ليه؟ في حاجة أنت مخبيها عني؟ أنا اللي منعت عادل من زورك. ليه؟ ده أنا هموت عشان أشوف. في أسباب يستلزمها حرصي كمحامي على القضية. كل محامي له طريقته الخاصة في الإجراءات ودفاعه عن قضاياه عشان يضمن يكسبها. كل اللي أنا عايزه منك إنك تساعديني بصبرك وقوة تحملك. كل شيء ممكن أستحمله إلا إن عادل يشك فيا. نأجل الكلام دلوقتي عن عادل. خلينا في صلب القضية. أنت ليه أخفيت زيارتك للدكتور عن عادل؟ إيه السبب؟ ما أنا لازم أعرفه عشان أقدر أدافع عنك. قدام عادل؟ سيبك من عادل دلوقتي، قدام المحكمة. لازم أحتاط لأي سبب ممكن أحمد يقوله قدام المحكمة ويجرحك بيه، وفي الحالة دي ممكن المحكمة تصدقه. زيارة سهلة يا أستاذ. دقيقة واحدة من فضلك. سيادتك عارف القانون. الدكتور هيشرف في المحكمة، هيقول الحقيقة، هيقول السبب. المهم سلمني على عادل وقول له إن أنا بريئة، والله العظيم بريئة، بريئة. أنا كل ما أفتح كتاب قانون تفض في دماغي حكاية قضية سناء وأحمد. دماغي حشرة نفسها فيها ليه مانيش عارف. بشرفي، بشرفي أنا لو كنت قاضي لكنت طلعت لكم القضية دي كلها فشوش. نعم. وإيه بقى حيثيات حكمك على فشوشيتها؟ اولا هي لو كانت اتورطت معاش حاجه وخايفه لا تنكشف كان احسن لها تتطلق بفضيحه ولا ان عشت موت وتنعدم بفضيحتين. طب وثانيا؟ ثانيا هي لما جت تموته كانت هتموته ليه؟ عشان خايفه على احساسات جوزها، وادام خايفه على احساسات جوزها يبقى بتحبه، يبقى منين بتحبه ومنين بتخونه. الخيانه هنا مش بسبب الحب، بسبب تاني. لا اوعى تصدق يا سي صالح ان في ست ممكن تدي نفسها الراجل الا اذا كانت بتحبه. جسم الست عزيز عليها قوي. حقاش بقى لو كانت الحكايه حكايه فلوس، بس في القضيه دي مش ممكن، لان لا سناء محتاجه ولا هو هيديها. بس هي محتاجه له في حاجه تانيه، والحاجه التانيه دي عنده هو، والادله بتقول كده. ادله ايه؟ الورقه اللي بيقول انها بعتتها له ولا كتبتها له دي؟ طب ما يمكن يكون سرقها من صندوق البوسطه. طب ومجيها عنده في الشقه وانا شايفها بعيني دول. عشان تبادله بشقتها. دي الناس بتعمل البدع عشان تطول شقه، ودي جت لها لغايه عندها، مش عايزها تروح تشوفها. خلاص تبقى هي عملت البدع عشان الشقه، ومن ضمن البدع دي بدعت معاه. لا سناء مش وش كده. طب ومروحها للدكتور من ورا جوزها؟ شوف يا سيدي، الست لما بتكون بتشتكي من اي حاجه حريمي ما بتقولش لجوزها ابدا. وعلى العموم اكيد هتسمع من الدكتور في المحكمه حاجه زي كده. ورقه بخطها راحت له الشقه، مروحها للدكتور من غير ما تقول لجوزها كل ده، وعايزه تطلعيها لي براءه. هتقولي لي ان احمد نفى الحاجات دي كلها؟ طب ايه السبب؟ ايه السبب؟ السبب عاكف ضيق هانت واديته على دماغه، قام بتحلبها على بيته ولفقها التهم دي كلها، والعين بيورث الكفر. ده يبقى مجنون بقى. مجنون؟ ومين قال لك انه عاقل ان شاء الله؟ ده مضروب في مخه رسمي. شوف بقى، انا لو قعدت افكر في القضيه دي هنضرب في 30 نافوخه. قال لازم انساها. تنساها ازاي يا صالح؟ تنساها ازاي يا صالح؟ تنساها ازاي يا ابو الصلح؟ اسمع لا. انا محضره لك حاجه تنسيك كل حاجه. ايه؟ قول لي. الا الاول انت تحب تنساها.
تشرف يا بيه. اهلا يا تسوي، ازيك؟ هو سيادتك مش في اجازه؟ ما انا زي الدنيا ماشي بالمقلوب، ايام الاجازه بشتغل وايام الشغل ما باجيش. ان جيت للجد محدش بيواظب على شغله في الجنينه هنا غير الحيوانات، في ميعادهم بالظبط تلاقي كل واحد في قفصه بيتفرج على خلق الله. عندهم ضمير. صدقني انا من كتر عشيت ليهم حسيت ان عندهم ضمير. انا وانت نحس ان عندهم ضمير، لكن الناس هيحسوا بالضمير عند الحيوان ولا الانسان ازاي وهم محرومين منه؟ هنسدك يا بيه استاذ صالح جاي. انا واصل اشوف العمال اللي بيرموا الصور، اي اوامر؟ لا لا مفيش حاجه، انا كمان هوصل للجبلية شويه اشوف حوض الصبار الجديد واتسلى شويه من ضمن الشغل يعني. طب مش عايز اي حاجه يعني؟ لا لا شكرا. طبعا اذنك بقى لحسن العجله ما بتلفش. وانا ميت. انت السبب. السبب. طلعتش من بقي كلمة كده ولا كده في الحالة اللي أنا كنت فيها في الجنينة؟ لا ما طلعتش. يعني ما سمعتش إن حد سمع حاجة قبل أنت ما تيجي؟ لا قبل ولا بعد، ما سمعتش حاجة. أبدا أبدا أبدا. أنت عارف أنا لو سمعت وعرفت إنك سمعت حاجة. طب لما انت بتخاف بالشكل ده ما تخليش الحاله دي تجيلك قدام الناس. انا حر يا اخي، تجيلي وقت ما تجيلي، المهم ان ما حدش يسمعني. انت عارف لو حد سمعني هعمل فيه ايه؟ ايه؟ هخرب ودانه. سامع؟ سامع. والبت دي ما قالتش حاجه؟ قصدك البت اللي كنت بتخنقها؟ هي كانت قادرة تاخد نفسها؟ ده لو حبت حتى تموت ما كانتش روحها هتطلع من الخنقة اللي كانت فيها. يعني ما سمعتهاش قالت كلمة كده ولا كده؟ لا، بس أنا بقى شفت بعيني. شفت إيه؟ شفت البت وهي طالعة بتجري لما خلصناها من إيديك، وبعد كده اختفت فجأة في لمح البصر. تسمح لي بقى أنا أختفي فجأة في لمح البصر؟ راح المكتبة أذاكر حقي. عندي نرجس. أنت رايح تذاكر ولا تحب؟ وأنت إيه اللي يضايقك من الحب؟ هتضايقني في إيه؟ هتضايقني في إيه؟ ما أنا أقدر أحب أكتر منك ألف مرة. ده أنا فيا صحة تهد الجبل. ده أنا زي الحديد. ده أنا ياما عملت ياما عملت وياما هعمل. انت سمعت اني ما اقدرش احب؟ سمعت من مين؟ حد قال لك؟ سمعت ايه؟ ما سمعتش. انت تصرفاتك بقت غريبه قوي. في صالح اختارك، اتاخرت ليه ده؟ انا بره. طيب ايه اللي دخلك هنا؟
تعملوا بيتي ايه؟ ها؟ بنت الحقيره دي تطلع بيها فوق سطوح عماره، تدخل بيها مطبخ، مش هنا بيتي؟ بره! بره! انت انت تاخد هدومك وتقول دلوقتي حالا! بره! بره! دنيا، انا مش عارفه ايه اللي خلاه يتجنن عليك بالشكل ده. معرفش، بتجيله حالات هستيريه كتير، بس المره دي زودها وقل ادبه قوي. انا اسف ان عرضتك للاهانه، انا بتعبت معايا قوي يا نرجس. لا ابدا يا حبيبي ولا يهمك، القبيح بيشتم الباشا، طز فيه يا سيدي، خلينا احنا في نفسنا. اسمع يا صالح، لا. انت الليله دي تبات هنا، وانا من بكره الصبح هدور لك على سكن باي شكل وباي طريقه، وبعدين تبقى تنقل فيه. هي مشكله السكن دي لو اتحلت كل شيء يبقى سهل. يا سيدي ولا مشكله ولا حاجه، تتحل ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. هي أول مرة بنطرد فيها. أيوة كده، اضحك اضحك خالص واضربها سرمة كمان. بالتيسونة. إيه؟ وتطلع إيه بقى التيسونة دي كمان؟ التيسونة أي الحزام. والله يا نرجس إن جيت الحق، أنا اللي باخد كل ضربة وضربة. يا حبيبي معلش. أول ضربة خدتها لما اتنقلت هنا مصر. طب بالنهار بشتغل في الجنينة، بالليل هنام فين؟ دخت السبع دخان. حتى الأرصفة بتاعت الشوارع، العيال البلطجية محتلينها، ولما حبيت أتفاهم معاهم قالوا لي تدفع بالعملة الصعيبة. وبيطلع ايه ده كمان؟ حتى الرصيد بقى تمليك؟ المهم فين وفين لما لقيت في أوضة فوق السطور. في يوم راجع من الشغل بقى تعبان، جيت افتح الأوضة سمعت ماء ماء. بفتح الأوضة لقيت خروف مربوط فيها، فرحت قلت يمكن العيد قرب وحد من أصحابي هداني بالخروف. طلع خروف صاحبة العمارة، طلع ست ده يتربط بره، قالت لي اتسرق. قلت لها بس انا ما نامش مع خروف. قالت لي ليه؟ ما انت بتشتغل مع حيوانات، ولا قطع الخروف بتاعي هو ما يشبهش، مش عاجبك بتتعنطس اتفضل عزل. واضح يعني بتطفشك بالذوق. بالذوق قولي بمقماء، قولي برفس، قولي بضرب. المهم سبتها لها مقشره بقى ومشيت، وتعبت وقعدت الف والف والف. ليله انام في قهوه سهلة، ليله انام في المحطه، لغايه ما جتني فكره الجامع. جيت في ليله بقى ورحت جنب حته الجامع ورحت رايح في النوم، وحلوت معايا بقى يوم ورا يوم ورا يوم. كانت دقني طولت وهدومي اتبهدلت، افتكروني درويش اللي تديني شلن، واللي تديني شقه نابت، واللي تديني جوز كوارع. وش معنى يعني جوز كوارع دي؟ نادر. واحدة كانت رجليها بتوجعها نذرت كوارع، ولما خفت وفت بالندر. وبعدين ربنا فرجها بأحمد، والباقي أنت عارفاه بقى. معلش بكرة تتعدي ولا يهمك. يهمني؟ أنا النهاردة مفيش حاجة بقت تهمني. في حاجة يا أستاذ صالح؟ نعم. مش بتعرف تقرا؟ طبعا. اقرا دي وما تمسحهاش، فاهم؟ انسان من القرن العشرين ولد بالمدن الكبرى، مصيبته الاكبر ازمه السكن. ايه ده؟ في واحد موظف محترم يعمل في نفسه كده؟ محترم؟ ده انا عند مباهيه ما سويتش خروف، وعند احمد ما سويتش كلب، لما دخلت القفص ده بقيت محترم. اسبوع خصم ولفت نظر. الخصم انا موافق عليه، لكن لفت النظر ده تعملوا الناس تانيين عشان يتلفتوا نظرهم ويجوا يتفرجوا بقى. معلش يا صالح، بعد اذنك. معلش يا صالح، الحقك عليا. اطلع. مش طالع عشان اروح البيت اقعد ثلاث اربع ايام وبعدين تطردني؟ خليني هنا احسن بدل المروح والمجيء على الفاضي. اطلع يا صالح، بلاش فضايح. فضايح؟ فضايح يا سعاده البيه؟ هو الانسان الاول مش كان عايش في الغابه؟ خلاص رجع لاصله. من فجأة دي متاه تاه. حقك عليا يا صالح، انا غلطان. لا انت غلطان ولا انا غلطان، الدنيا هي اللي وحشه. يا تشوي. ايوه يا فندم. خد حاجاتك وديها المكتبه. حاضر يا فندم. وانت يا صالح هتقعد عندي في البيت لغايه ما تلاقي سكن. شكرا يا حضرة المدير. احنا متشكرين جدا يا فندم، ان شاء الله هو هيرجع البيت عندي تاني ان شاء الله. انا بتكلم جد، يشرفني وانا تحت امرك. احنا متشكرين جدا يا فندم، هو اصله كان سوء تفاهم بينه وبينه بسيط، لكن خلاص بقى
خلاص صار. خلاص بقى. لا. طيب. أنا مستنيك بعد الشغل نروح سوا. غريب أحمد، مرة يبقى عاقل، مرة لما تجيله هفة يبقى مجنون رسمي. الظاهر والله أعلم إن الصدمة اللي خدها في الحادثة لخبطت الكيان بالشكل ده. حادثة إيه؟ أنت ما تعرفش، أصلك أنت اتنقلت هنا من بعدها. دي كانت حادثة كبيرة قوي، خد فيها قد 6-7 أشهر في المستشفى. ياه، لازم الإصابة كانت خطيرة. ارتجاج في المخ وكسر في الحوض ومصيبة مسيحة، لكن كانت بفايدة. ربنا من بعدها أضل إنه يبقى كويس. طبعا سيادتك دلوقتي اتاكدت ان انا طالب في كليه حقوق. انا اسف لتعبكم، لكن اذا كنتوش انتوا تخدمونا مين هيخدمنا؟ هي الحقيقه دراسه القضايا من واقع المحاضر بتدي الصوره الحقيقيه المفيده عن الاجراءات والتحقيقات. هو ده بالظبط الكلام اللي قاله لنا الدكتور في الكليه. طب اتفضل عند الدكتور زناتي في الاوضه اللي في الوش وانا هكلمه حالا. حاضر يا فندم. على فكره نعم، تطلع على محضر النيابه هيفيدك اكتر. طب شكرا. انت فاكر الحادثة اللي ما تنسيش دي بتاعت موظف جنينة الحيوانات اللي كان معاه واحدة في العربية؟ ايوة هي دي. بعت لك دلوقتي طالب حقوق، خليه يطلع على المرض. مالك فرحان ليه؟ بتحب؟ احب؟ معقولة دي؟ يا لهوي، ما بتحبش الصلح. ضعتي يا نرجس ضعتي. قصدي ما بحبش غيرك انت يعني. يا سلام، انت بتضحك عليا، انا حاسه ان في حاجه شغلك عني وعن مذاكرتك. الحقيقه طب ما تقولي عليها، مش يمكن اقدر احلها لك؟ والله يمكن. طب افرضي يعني انك عرفتي سر، والسر ده ممكن يفيد انسان، تقوليه حتى لو هيضر انسان تاني؟ طبعا، اذا كان الانسان التاني ده يستحق الضرر يندر، والحق حق، واللي يزعل من الحق يتفلق يطق. بس المسألة صعب قوي. ما تصعبهاش. اسمع، اذا كان السر ده يخص قضية احمد وانت باقي على ودك ليه، دوس على الود وردي ضميرك، اقف ضده وازعل عليه يوم، ولا تزعلش من نفسك طول عمرك يا صالح. انت شايفة كده؟ مش انا بس اللي شايفة كده، انت كمان شايف كده، بس عايز حد يزقك يشجعك. اشهد ضده ولا يهمك. اشهد ضده؟ لا يا استاذ، انت بتدرس حقوق، رد الحقوق لاصحابها. ولا خاب من استشار. قوليلي دلوقتي، الاقي عادل جوز سناء في شقته. اشمعنى؟ المعلومات اللي عندي لازم اوصلها له هو شخصيا. ليه؟ بعدين هتعرفي. المهم دلوقتي الواحد ياكل ويبل ريقه وبعدين اتصرف. يا شايل الحمل ريح كتفك اللي مال، الهم زي الشيب ينطر والحمول اتقال. ايوه يا فندم. هو فين انت؟ هو فين؟ ما هو لو كان هنا كان طلع على الليله اللي انت عاملها دي. هقتلك لو ما قلتليش هو فين. انت انا وقتلتني هتندم يا نهار اسود رقبتي. انا لو مت هتموت معايا كل المعلومات المهمه اللي كنت هقولها لك. معلومات ايه؟ انت فاهم انك انت هتضحك عليا عشان تفلت من ايديا؟ انت وانا هخلص عليك. انت بقى اللي مش هتفلت من ايديا الا غير قدام النقطه. انا اللي يهمني لا بوليس ولا محاكم ولا اي حاجه. اللي يهمني شرفي وكرامتي وبس. على شرفك وكرامتك هتحافظ عليهم لو جيت معايا النقطه وتطلع على محضر التحقيق اللي فيه ادله لصالحك ولصالح سناء. قصد المدام يعني. اسمع رقبتي، الساعه 7 الصبح قدام باب العماره قدام النقطه. يا جات له منها كم مرة؟ مش عادل، لا ما شفتهاش غير مرة واحدة وده اللي قلته في المحكمة. الكلام اللي قاله في المحكمة حصل؟ شهادة الله، هي دخلت من هنا وأنا خرجت من هنا. إيه؟ 7 بالثانية قدام باب العمارة. قدام النقطة. صدقتني؟ ولو إني ما كنتش أحب أكون في موقف زي ده. لكن الحق حق، واللي يزعل من الحق يتفلق يطق كما قالت نرجس. مين نرجس دي؟ شغاله
نام عليها حتة مخ. الأولاد بتوعي. ولازم الوضع يبقى كده. الإنسان المكافح المطحون في الحياة هو اللي بيحس بآلام الناس أكتر من غيره. الحق حق، واللي يزعل من الحق يتفلق يطقم. الشغالة اللي ما اتعلمتش هي اللي بتدافع عن الحق، وغيرها هو اللي بيضيعه. مش بقول لك يظهر إن الدنيا كلها اتغيرت. شكرا شكرا. أنا رحت بنفسي وطلعت على ملف الحادثة ولقيت معلومات قيمة جدا هتغير سير قضية تغيير جذري وهتقلب كل الموازين لصالحنا. أنا شخصيا رأيت ضميري بصرف النظر عن صداقتي لأحمد، إنما الحق حق. أنت كمان كطالب حقوق يا أستاذ صالح، وبكرة هتبقى من رجال القانون، ودي بداية مشرفة ليك ولينا. شكرا شكرا. يعني حضرتك مطمن للمعلومات دي؟ طبعا طبعا. وانت كمان لسه تطمن، وارجع اقول لك اذا كان القانون اعمى والعداله مفتحه. الحقيقه يا فندم انا اسف اذا كنت بصور او بندفع، بس ده الوضع الطبيعي لاي زوج يتحط في موقف زي ده. انت موقفك سليم تمام، والاسلم من الموقف ده هو سعك الحقيقه ومعرفه حادثه احمد اللي ادتنا المعلومات القيمه دي. الحقيقه يا فندم انا كنت لازم ادور وابحث لحد ما اوصل للنتيجه. انا اكتر واحد في الدنيا كلها تهمه براءه سناء. الحكم عليها كان اهم في نظري من حكم المحكمه. دي حياتنا الزوجيه يا فندم اللي جمعت بين جسدين وروحين باقدس رباط في الدنيا كلها. الحمد لله يا سناء، احنا دلوقتي موقفنا في القضيه بقى كويس قوي قوي قوي. انا سعيده قوي يا عادل، سعيده قوي بكلمه احنا دي. دلوقتي انت رجعت لي يا عادل، رجعت لي بعد ما كنت بعدت عني. انا كنت حاسه انك انت انفصلت عني. ايوه يا سناء يا حبيبتي، بس اي واحد في الدنيا لو كان في موقفي كان لازم يعمل اكتر من اللي انا عملته ده بكتير قوي. الحمد لله اللي ربنا مخليني اتحمل كل اللي انا فيه، ولولا حبي ليك وتمسكي بيك انا كنت انهارت انتهيت. انت كل شيء في حياتي يا عادل. انت حبيبتي اللي كل الدنيا بالنسبه لي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيظهر براءتك وهتظهر الحقيقه وهنرجع احسن من الاول كمان يا سناء. ان شاء الله ان شاء الله يا عادل. زياره انتهت يا استاذ. قول والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اقول الحق. قول لي يا دكتور مازن، هل المتهمه سناء بتتردد على عيادتك وليه؟ بتتردد بس مش بصفه منتظمه، وده علشان بتمنع الحمل بصفه مؤقته بالابر الحديثه. طبعا ده علاج مشروع قانونا. اه طبعا. اه وهل العلاج ده يستدعي السريه؟ يعني يستحسن ان الزوج ما يعرفوش؟ ولا سريه ولا حاجه، وما يعرفوش ليه؟ لكن في ستات كتير بتفضل ان ازواجهم ما يعرفوش ان اجسامهم عرضه للسن والترهل، وده اذا كانوا في سن شباب زي السيده سناء كده. اه هل سيادتك بتفضل شخصيا ان الست تخبي على جوزها الحاله دي؟ والله دي حاجه ترجع للست شخصيا، يعني تفضل او ما تفضلش. طب اتفضل. شكرا. يا سناء، جوزك عارف انك بتترددي على عياده الدكتور مازن لمنع الحمل؟ لا، وما حبيتش اقول له عشان هو عايز نخلف، وانا مش عايزه اولاد دلوقتي، لسه سننا صغير، والحمل والاولاد هيعطلوني عن شغلي، خصوصا شغلتي بتحب الحركه كتير. للسبب ده بس؟ ايوه بس، وانا عشان براعي شعوره واحافظ على حياتنا الزوجيه ما حبيتش اقول له، وخليت عدم الحمل يبان له طبيعي. وبالك على الحاله دي قد ايه؟ حوالي 5 اشهر. وانت ساكنه في العماره اللي انت فيها دي من امتى؟ من اول ما اتجوزت 6 اشهر. وما فكرتيش ولا مرة انك تصارحي جوزك برغبتك في عدم الحمل بدل ما تروح للدكتور من وراه؟ اصل في البداية اتناقشنا في مسألة الحمل كتير، وكان كل مرة هو بيصمم على رأيه، وانا عشان احافظ على شعوره ما ضايقوش رحت من وراه. فيها ايه؟ ما دام الحمل هيضرني يبقى من حق ان انا امنعه. حقها. اذا اتكلمت تاني من غير اذن هحبسك. ريش يا سناء ان الست لما تداري حاجه زي دي على جوزها وبعدين يعرفها ما تفتكريش انه ممكن يشك فيها؟ يشك لو هو اللي مش عاوز اطفال، وتكون هي حمل الصدفه وغصب عنها وتنزل اللي ببطنها. في الحاله دي ممكن يشك ان هو من واحد غيره وتتخلص منه هي، لكن انا مش عاوز اطفال. ما هو برضه ممكن يشك انك خايفه من الحمل من واحد غيره وبتتخلصي من الموقف كله. الست الاخلاق تسمح لها
انها تعرف واحد غير جوزها يبقى عندها من البجاحه اللي تسمح لها انها تنسب طفل لجوزها وهو مش ابنه. لكن انا ست شريفه وتصرفي شريف، ما بداريش عن جوزي اي حاجه ابدا الا عشان بحافظ على شعوره وعلى حياتنا الزوجيه. دي حاجه ما اردتش في حياه النيابه. النيابه تحب توجه للمتهمه اي سؤال؟ لا يا فندم، النيابه مكتفيه باسئله سيادتك. ممكن اطلب الكلمه لو سمحت؟ اتفضل. وكان في حديث طار بيني وبين سناء بالنسبه لمساله الحمل. لا كنا اتناقشنا في الموضوع ده شويه انا وهي. هي في الحقيقه كانت خايفه بس انا كنت بطمنها. وفي اليوم ده جت الجنينه ومعاها كان معاها جوزها. معاها جوزها؟ ايوه يا فندم. كان معاها جوزها واخته وابنها الصغير. هما جت الجنينه وانا كنت بشتغل عادي في شغلي عادي. وجت هي بحجه انها بتفسح الولد وتوري له الحيوانات الموجوده في الجنينه. لكن في الحقيقه هي كانت جايه لي انا. ايه الاخبار؟ انا خلصت منه، اسمعني على بره. تجنن. انا بيعجبني قوي الجو في العوامه هنا. انا بقى ان شاء الله لما تطلعي ونتجوز هبقى اسكنك في عوامه زي دي. هيحصل قريب قوي يا حبيبي. انا وعادل دايما مختلفين على حكايه الخلف دي. عاوز عيال. هو هيعمل ايه الراجل؟ الراجل بينور على اي سبب يخليك تفضلي مربوطه بيه. ما انا فاهمه، بس انا بقى لا يمكن اوافق ابدا. وانا دايما بروح للدكتور زي ما انت عارف عشان ما يحصل. انت بقى هتنتهزي الفرصه اول ما يفتح لك الموضوع ده تاني وتتخانقي معاه وتطلعي بقى. ايه، ما انا اتخانقت معاه كتير قبل كده، مفيش فايده. في اكتر من كل مره بقول له انت بتجري ورا الخلف ليه؟ هو انت يعني ما شاء الله قوي ولا عايزني اخلف لك لوحدي؟ بجد قلت له كده، والمصيبه ان هو بلعها وسكت. ايه اللي بتعمله ده؟ بكعب على قد ما اعرف. بتكعبل ايه؟ قولي بس خويا. اقول لك؟ الشغلانه دي مش هتنفعك. تعالى انا هوديك في شغلانه احسن من كده. تعالي. يلا بينا. دي بقى الشغله المظبوطه. المظبوط. لازم اتطلق. حقها. ده مجنون، مجنون. سايبينه ليه؟ اخشقوا عليه، ده مجنون. انا رحت معاك في حته، انا شفتك قبل كده، في اي صله بينه وبينك؟ في اي علاقه؟ انت مجنون، انت حيوان، انت. من فضلك من غير شتايم، ردي وقولي اللي انت عايزاه من غير اهانات، انت في محكمه. اتفضلي اتكلمي. انا صحيح، انا وعادل واخته وابنها الصغير رحنا الجنينه. الولد كان نفسه يروح جنينة الحيوانات، بس والله والله ما شفت الحيوان ده ولا كلمته ابدا. لكن يظهر ان هو كان سامعنا واحنا بنتكلم. كنا بنتكلم وبنتفسح وبنتفرج. وبعد كده دنا كل الكلام الكذب اللي قاله، كل كلامه ده كذب. ده نعرف كل الكلام اللي هو سمعه، الكلام اللي احنا كنا بنقوله. يعني ما سبتيش الجنينه وخرجتي؟ انا خرجت، لكن خرجت اروح شغل. انا لا شفت ولا رحت معاه. في حاجة تانية تحب تقوليها؟ تسمح لي سيادتك أواجه بعض الأسئلة للمدعي. اتفضل. أنت بتقول إنها سابت جوزها وجات لك بعد قد إيه؟ الوقت يعني؟ بعد حوالي ساعة تقريباً أو يمكن أقل من كده. يعني حوالي الساعة كام؟ حوالي انا فهمت دلوقتي. بس انت طبعا عايزني اغلط واحدد ميعاد الساعه. ممكن تكون الساعه دي انا كنت بشتغل فيها، وبالتالي حضرتك ممكن تجيب شهاده تثبت فيها ان انا كنت بشتغل. يعني معناها ان انا مش ممكن طبعا اكون بشتغل وفي نفس الوقت اكون معاها بره. لا، انا احب افهم سيادتك حاجه
ان انا ممكن ادخل واخرج الجنينه في اي وقت انا عايزه. ليه بقى؟ ما قلتليش ليه بقى؟ ليه؟ لان انا مش بمضي في دفتر الحضور والانصراف، لاني واخد اذن بعدم الامضاء. هاي بقى سكت. يعني ملف التهمه ومحتاط لكل الاحتمالات. واضح من كلام قدامكم يا حضرات المستشارين انه مدبر اتهامه الباطل لموكلتي، وفكر في سد كل الثغرات اثناء هذا التدبير، وهذا احد الادله على كذبه وادعائه. وساقدم لحضراتكم ادله اخرى عند مراقبتي. بتقول ان انا رحت معاك العوامه، ممكن تقول العوامه كتير؟ في النيل طبعا، هتكون في الصحراء يا سناء، وبعدين ما انت شفتيها وعارفاها. طب نمره كام؟ وهي بتاعتك ولا مأجرها؟ لا ده سر ما اقدرش اقول. ده كده مستر، العوامه ملكك ولا لا؟ اتكلم اتكلم. رد عليها. ايوه 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 يا فندم، بس اصل العوامه دي مش بتاعتي، دي بتاعت واحد صاحبي. صاحبك احنا لازم نصفق العيال. ايوه ايوه ايوه، بس اصل صاحبي ده متجوز، وانا استلفتها منه من غير علم مراته، وبالتالي انا ممكن اعرض حياتهم الزوجيه للخطر لو مراته مش حرام عليك تعرض حياتي الزوجيه للخطر؟ مش حرام عليك يا صاحبي؟ لا بد من معرفه العوامل. انا متاكد ان هم فتاه، العوامل اصلا مش موجوده الا الخيال هو وبس، التاثير والخطر. العوامل بشريه، كل ده اختراق عشان يتهمني انا بالباطل، انا متاكده من ده. انا عندي الدليل الاكبر من كده. انا لما خرجت من باب الجنينه كان سواق الشركه اللي بشتغل فيها مستنيني هتشهد على نفسها. انا بطلب من هيئه المحكمه عقد جلسه سريه. جلسه سريه؟ ايوه. ايه الاسباب؟ للمعاينه، بس مش معاينه العوامه، معاينه سناء نفسها لاسباب متعلقه بالشرف. انت عارف ايه اللي هيترتب على الجلسه السريه اذا ما كانش عندك سبب قوي وحقيقي لانعقادها؟ ايوه فندم، عارف ومتحمل النتائج. تأجلت القضية إلى جلسة 12/6 للانعقاد في جلسة سرية. دلوقتي هتنام ولا تستريح؟ العلاج عمره ما ينفع إنسان منهار بالشكل ده. أنا كرهت الحياة. ما أنا كنت عايشة مرتاحة وسعيدة ببيت جوزي وبيت عيلتي. حبها تاني ليه؟ ليه؟ اللي معذبني اكتر شعور عادل من ناحيتي. والله العظيم انا بريئه يا دكتور، بريئه. تقرير الطبيبه بعد الكشف على سناء يثبت ان الجرح اللي في جسمها موجود فعلا في المكان اللي حدده المدعي بالظبط. اتفضلي يا دكتوره. في حاجه تحب تقولها يا احمد؟ وفي كلام بعد كده يا فندم. اهو الدليل واضح جدا قدام سيادتك. انا اسف جدا ان سناء اضطرتني ان انا الجا للفضيحه دي. اسف جدا. انا مش عارف كان هيجرى ايه لو كانت جات لي برقه وقالت لي كفايه يا احمد. أنا خايفة إن سرنا ينكشف بشرفي. أنا كنت حق على رفع فورا، لكن يا فندم حاولت تموتني أنا عشان تعيش هي. لا لا حاجة ثانية؟ لا اتفضل يا أستاذ. مسألة معرفته بالجرح اللي في جسم موكلتي واستغلاله له هذا الاستغلال الدنيء دي إهانة. بلاش كلمة دنيء لو سمحت. إذا ما أثبتش دناءته أنا بنفسي اللي هطلب محاكمتي على إهانته. استغلاله لهذا الجرح، هذا الاستغلال الدنيء، سأرجئ المناقشة فيه بعد أن تستمع المحكمة إلى شهادة الشهود، لأن شهادتهم ستقودنا
إلى أسباب براءة موكلتي من كل ما مس شرفها وكرامتها. لو سمحتم الشاهد الأول. الشاهد الأول نوال إبراهيم. هولندي شاهدتها مستبعدة لأن في بيني وبينها عداوة، إنها بتحقد عليا، بتحقد عليا. مش مستبعدة، أحمد كان عاوز يخنقك ليه في جنينة الحيوانات؟ معرفش، أنا كنت ماشية أنا وخطيبي، فجأة شافني اتجنن، راح هاجم عليا وخنقني. هي دي عادته لما يتغاظ أو أي حاجة تصير، ولا كان طبيعي معاكي قبل كده؟ لا أبدا كان طبيعي، بس بعد الحادثة اتغير. ايه الحادثه دي؟ كنت مسافره انا وهو اسكندريه من الطريق الصحراوي، وكان هو اللي سايق. فجاه عدت عربيه مسرعه جنبينا وفيها واحده ست، حب يحصلها داس بنزين على الاخر، لقينا اللوري جاي في وشنا، راح داخل فيه، انا اتعورت وهو راح المستشفى. والست دي تعرفيها؟ لا انا ما شفتش غير ظهرها وهي طايره زي البرد. يعني الحادثه حصلت بسبب واحده ست؟ هو في الحقيقه كان بيحب الستات قوي، لكن بعد الحادثة كرههم وكرهني كمان، حتى قطع علاقته بيا وبيه. ما تعرفيش ليه؟ أنا اللي أعرف ليه، أنا أعرف ليه، عشان عرفت واحدة أحسن منها، واحدة عجبتني جدا وخدتني معرفش حد غيرها. كذاب، أنا معرفوش ولا قصدي شخص. معلش، يا دي حاجة عايز أنبهها يا أستاذ. اتفضلي. طب لما انت عرفت غيرها ليه صرت عليها وخنقتها لما شفتها ماشيه مع واحد تاني؟ اصلها غاظتني بكلامها. وعشان غاظتك بكلامها تقوم تخنقها؟ ما قدرتش اتحكم في اعصابي. يعني انت لما حد يغيظك او يسيرك تخنقه تقتله؟ لا، بس هي كانت اصلها ماشيه تتدلع معاه وجت تكلمني قعدت تتقصع وتتمايع، ما استحملتش. يعني الدلع والميوع بيجيبوا لك حالة صرع، تقوم تهيج وتخنق وتقتل. لا، بس في واحد بيقدر يتحكم في اعصابه وواحد تاني لا. وليه ما بتتغسل لما الستات؟ وفي حالة معينة، يعني لما تشوف واحدة ست ماشية مع جوزها، مع خطيبها، ليه؟ لا، مش ممكن، وإلا كان زماني خنقت مليون واحد وواحدة. أما تفسر حالتك دي. مفيش حالة عايزة تفسير. لا عندك، وعايزة تفسير ودراسة. ادرس انت قضيتك في الأول، ادرس انت ادرس. ما هي حالتك هي القضية. أرجو من عدالة المحكمة استدعاء الشاهد الثاني. نادي على الدكتور سالم محمد الونيس. تفضل يا أستاذ. دكتور سالم، سيادتك طبعا كنت بتعالج المدعي من حالة معينة جت على أثر ارتجاج في المخ وكسر في الحوض نتيجة حادثة. أيوة، بس أنا عالجته بعد ما اتعالج من ارتجاج المخ وبعد ما اتعملت له جراحة عصب. أنا كنت بعالجه من الآثار العصبية اللي ما اتعالجش بالجراحة. التقارير الخاصة اللي قررتوها كأطباء، الاطلاع على التقارير الخاصة جريمة، جريمة، والقانون يمنع من نشر الأسرار. أنا أحتاج انت عارف اني كنت صديقك طول فتره العلاج. انا مش جاي ادينك او اجرحك، اذا ما عجبكش كلامي قول لي اسكت وانا اسكت. لحد حقك طبعا بعد ما حصلت الحادثه اتسببت له في مرض مستعصي. انا بقى اللي هقدر عليك.
عارف ما كنتش عارف ان ده هيحصل. بس انت اجمل من نوال ومن غيرها وغيرها وغيرها. بس فين ما راحت الايام. كان لازم احلف بالقوة. مفيش واحدة الست اللي اتفلت مني. إلا خالص. بس خسارة. اسمح لي سيادتك استدرجه الاعتراف الكامل وهو في الحالة دي. ده أنسب وقت للسيطرة عليه. اتفضل. شكرا. أحمد. أنت غلطان يا أحمد. لازم تاخدها بالقوة من أول ما شفتها. كان لازم تاخدها بالقوة من أول ما شفتها. أول ما شفتها. أول ما شفتها. أنت السبب. انتي ضيعتيني وضيعت الدنيا كلها معاكي. ودلوقتي ده دورك علشان تضيعي وتتعذبي زيي. كان هيخس عليكي ايه يوم ما جيتك المطبخ اسمع كلمة حلوة، كلمة واحدة، وانا اقدر غير عن الكلام وبس؟ ده انا ميت وحياتي كلها في كلمة مني، كلمة واحدة. حرام عليكي، حرام. وانت مش حرام عليك تظلمني، حرام عليك. انت لما جيتني المطبخ انا كنت ببعدك عني وبس. انت اللي اتزحلقت وقعت من على السلم، وبعد كده عايز تتهمني بان انا عاوز اقتلك. انا مفيش بيني وبينك اي حاجة. طب ليه تظلمني؟ ليه تفضحني؟ حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. حرام. أنا ظلمك أوي. أنت مظلومة فعلا مظلومة. محكمة سناء مظلومة، وأحمد هو اللي لفق لها تهمة، هو اللي ظلمها. اعترف يا أحمد. أهو أحمد هيعترف. أهو اعترف يا أحمد، اعترف. أنا ما كانش قصدي أبدا أنا وأضرك، لكن لما هنتيني وطردتيني من البيت استغليت كل اللي أعرفه عنك وقدمت أدلة ضدك في المحكمة. الورقة اللي وقعت في إيدي بالصدفة، ولما شفتك وأنت طالعة عند دكتور أمراض النساء من غير ما تشوفيني، ولما شفتك في الجنينة عندي، ولما سمعتك وانت بتكلمي جوزك في حوش العمارة عن الجرح اللي في بطنك واللي انت عايزة تعملي له عملية تجميل، قدر والظروف والصدف هي اللي خلتني اعرف كل ده عنك. وانا بذكائي بقى قدرت اخلق منه الاسباب اللي تدينك وتخليني اشفي غليلي في الانتقام منك. لكن حرام اظلمك وانا بحبك مهما كنت السبب عذابي وعجزي. عجزي. هو فعلا خرج من حجز عاجز جنسيا تماما، ولا يمكن يكون على علاقه لا بسناء ولا بغيرها. وده السبب المباشر في حالات الصرع اللي بتجيله لما بيشوف غيره في سعاده هو محروم منها. حبه الحقيقي لسناء وحرمانه منها جننه، وجنونه بيتركز على حاله واحده بس، هي حبه لسناء وانتقامه منها في نفس الوقت. مش انت اللي تسببتي في الحادثة؟
وانت اللي قضيتي عليا، وانت اللي رفضتي تونسيني حتى بكلمة. بس انا برضو بحبك قوي. الله، انت محبوسة؟ محبوسة؟ ازاي؟ انتوا اللي حابسينها؟ ليه؟ انتوا عاملين محكمة؟ لا،